yourself daily. And finally, seek pleasure in prayer. Seek pleasure in prayer. Prophet ﷺ said that Allah ta'ala has made three things dear to me: perfume, prayer, and women. He was nice, respectful, and loving and considerate towards women. He loved to be clean and wore perfume, and he loves to pray. Prayer is the best way of coming close to Allah subhanahu wa ta'ala. Prayer does not necessarily mean you keep praying from two rakas. Do zikr. That is also a form of prayer. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that he gives us the capacity to understand the personality of our dear Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He gives us the ni'mah, the blessing, the rahmah to inculcate in our lives those beautiful virtues that were part of him. One Islamic scholar once said something very beautiful. He said, if there is no virtue outside the personality of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, there is no virtue outside the Prophet. So if you want to be a virtuous person, you have to be like Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that he makes us from among those who are salihin, among those who are al-adrar, those who are virtuous, those who are muttaqi, those who are mahsin. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will try and make each one of us manifest at least one sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وحسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رسول الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا
فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. السلام.